السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى أخبار جديدة لهذا اليوم. وأول خبر نبدأ فيه من شركة يمن موبايل، وهي يعني غيرت النمط حقها، بدل 7 7 الحين 7 8، بعد ما شكا ناس كثير من يعني أرقامهم تروح عليهم وهي مرتبطة بحسابات بنكية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت الشركة هذه الخطوة بعدم توفر أرقام جديدة بعد وصول مشتركيها إلى 10 مليون، فحولت الآن يعني أرقام يمن موبايل ستكون بعضها من 7 8 وليس 7 7، فالحقوا على الأرقام المميزة لعشاق الأرقام المميزة. أيضا الخبر الثاني نأتيكم به من محافظة ريمة، وهي صور جديدة لشق الطرق والجسور هذه الشاهقة بين الجبال والمناظر بين الطبيعة، يعني أعمال جبارة بقوة وتضافر الأهالي. الخبر الثالث نأتيكم به من مصرع تاجر يمني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وهو رايح يصلي الفجر في يوم الثلاثاء، يعني تقريبا اليوم اللي هو الثلاثاء صلاة الفجر، يعني أخذ أحد المريضين نفسيا تقريبا حسب ما قيل، انه يعاني من مرض نفسي، وانه قد قام قبل شهرين باحراق سيارته في صنعاء. هجم على هذا التاجر بمعول او بفاس او ساطول، ضربه بالراس من الخلف ولم يتم اسعافه، يعني ما عاد قدر رحمة الله عليه.